صباح الخير. اوكي فاول ما قمت كذا I was working on my 2024 vision journal. عرفتوا لي يعني الجولز حقي وهالاشياء كتبتها يعني اكتب لي charts وهالاشياء so I can like keep track of what I want to do. اوكي فالحين رايحة بيجل وبيجل ان شاء الله عندهم واي فاي لان ما عندي شريحة لان شريحتي مع اختي او مع ابوي. اختي قالت لي مع ابوي, ابوي قاعدين مع اختي فما ادري وش السالفة. المهم بس ما عندي شيء, فإذا أحد يحتاجني أو هالأشياء ما أدري أحس كذا تصير like rogue بس بنفس الوقت يعني صدق لو صار شيء I'm no help. المهم جبت أيبادي عشان أسوي أدت الفيديو أو أخلص أسوي أدت الفيديو, وبعدين عندي كتابي كمان ببدأ أقرأه. It's like part of a series حق Throne of Glass. ما أدري إيش قاعد كذا أو سويس بس يعني بنفس الوقت. أوكي تقابلت واحدة منكم مرة لطيفة, جيت سلفنا مع بعض شوي وننتظر طلبنا. فأنا طلبت غواكامولي وأيج بيجل لازم مرة متحمسة عارفة توي يجي وإي أظن بسوي سيت أب. تخيل سألتهم الواي فاي يعطوني إياه لأن مرة تشيلة. تخيلي مرة خايفة إن تخيلي سواقي راحة عشان لازم أسوي كم شيء. وقلت طب أنا شلون بعرف متى يجي وهالأشياء. المهم فسألتهم الواي فاي حمد الله عطوني اياه. المهم مرة متحمسة للبيجل وظن متفرج شيء على اليوتيوب على الايباد حقي قبل ما ابدا اسوي اديتنج بس مرة فرحت. قالت مرة احب يعني لما كذا البنات اللي يتفرجون فلوجز وهالاشياء يجون يعني يسلمون وكذا. ما ادري احس انه like دائما اشوف يعني كومنتاتكم بس كذا بالحياة الحقيقية اتس لايك اوه جاد هاي كيفك مرة فرحانة. شيء عني ما أقدر أكل وشعري مفتوت لازم يعني كذا أضبطه. فبسوي like a little lazy bun ونتفرج اليوتيوب. مرة حلو. there's like only like two other people هنا فيمديني يعني أسولف معاكم ما أستحي يعني مش ذا. اوكي فهذا اول فيديو نزلته يعني I edited it على كاب كاب. توكي قاعد اسوي edit الفيديو حقي. هذا let me just put you onto this. It's so good. بس بنتان ما عجبني. المهم توجع قهوتي. طلبت ايس فرنش لاتي. و let's do a little taste test. اذا تغير طعمه او whatever. It's like كيف بذكر عرفته. Then obviously they make it for me and me alone. ما كنت بأسافر مع my laptop فبدالة قلت إني بأخذ الآيباد وبحمل الكاب كات وبسوي edit عليه. فهذا أول vlog يعني سويته لـ export من كاب كات وكل شيء. I'm like very proud with how it's يعني أول مرة أسويها عرفت يعني شوي غير راح يكون زي بداية الفلوجات where it's just like random وكل شيء بس إنه like حلو ما أدري أحس إنه راح يكون كويس. I'm excited about it. ما أدري على الأقل يعني يمديني أنزل فيديوهات وكذا ويعني أروح كوفي شوبس وكذا أقدر يعني أجيب like my iPad وأسوي edit قبل على like my full laptop فهمت قصدي. والحين بقرا نبدأ لأن بس عندي 8% على الآيباد وما يمدي ف يا جايز مرة متحمسة. جايبة مقدمتي هو it's a pouch من الطيارة بس استعملها كمقدمة. المهم بعد ما نخلص السالفة جايبة أقلامي بسوي annotation مرة متحمسة ويا هذولي الأقلام اللي شريتهم من مكتبة جرير أمس. جاز مرة أبي أقرأ جاز مرة أبي أكتب كتاب يعني أكون كذا author and it's a كتاب كذا like a fiction book مرة ودي. maybe I'll do it. maybe 2024 أسوي كذا like a rough draft of the book I'll make لأن عندي already كتاب. we'll see. اوكي توني راجع البيت لازم اطلب. ما ادري اهلي كلهم مشتركين ب شو اسمه يعني يسوون اكلكم ويرسلونها يا ان اتس لايك ريدي. هذا يعني وجبات جاهزه عرفتوا وجبات صحيه كذا. المهم فاظن بشترك معاهم لاني استوعبت ان كلهم مشتركين
لأنهم يعني يشتغلون وكذا وبعدين ما عندهم وقت عشان يطبخون. واستوعبت إنه يعني الميلز الوحيد اللي عندنا في الثلاجة هو يعني أكلهم. فقلت like oh. فأمي قالت إنه ليش ما تشتركين معانا عشان بدل يعني ما تشترين أكل وهالأشياء. يعني obviously عندنا snacks زي fruit و vegetables وهالأشياء, بس يعني أغلب أكلنا يعني ما في شيء إنه like I can make like باستا أو شيء زي كذا عرفتوا. فيجيهم جاهزة أنهم فضلهم يشترك معاهم يوم الأحد لما يروح عشان يأخذ الأكل ويعفى. بس أنهم لازم أسوي لهم باك لأن توه جاء وضع أنا الوحيدة اللي بالبيت, فبحطه كذا بالثلاجة ويا أساعدهم شوي. شحنت آيبادي لأن أبي أتفرج يوتيوب شوي وسوي أدد, ولازم أخذ غفوة لأن تخيلوا بروح بيت سارة الليلة الساعة 8 ومرة متحمسة أشوفها. بس الشيء هو إيش, متى رحت أنام أمس الساعة 8 كنت مرة نعسانة. لي أصلا رجعت من البيت أظن تقريبا على الساعة 4 ونمت على ذيك النبا, وبعدين كذا استنيت ما أمي راحت عشان تنام وأزكي الله أنا الحين بروح بنام. فنمت الساعة 8 ومفروض اليوم أروح بيت صديقتي الساعة 8. فظن لازم كذا أخذ like أناب وارتاح شوي, أنا أصلا I'm feeling like tired الحين. وأظن إن عندي جتلاج شوية بس like إن شاء الله like it fixes itself. عرفتوا؟ تخيلوا تعرفون كيف كنت قاعد أقول إن ما كان عندي شريحة وكنت قاعد أدور عليه ومحل كان داري وينه. تخيلوا فتحت درج ولقيتها جو بيتي وكل أحد من بيتي يقول مو معي مو معي مو معي شريحتي. مكتوب لا رسم كود لأن فتحت هذا الشيء. الآن تخيلوا لقيت ما أدري وين البي حقي اللي فجأة مع ألعاب ولد أختي لقيت الكنترولر قد وين بسأله لأنه دائما يأخذ أشياءي. المهم مو دائما بس يعني I'm joking guys أمزح ترى عارف إنه بزر صغير. المهم وعن جيت فتحت عشان أخبيه منه إلا لقيت ماي سيم كارد الحمد لله لأن الليلة بطلع. طلبت حقي مع مانجو وبلاك وبعدين حق أمي مع بلو بيري وستروبيري. يا كمان thank you. What's your rating of it? 10 out of 10. Hello. Hey girly, أنا برا. Hi girly. Oh, يلا كمان. يلا سي. فتوصلت بيت سارة. ما أدري أظن سواق ما سمعي أو ما أدري ما فهمت عليه بس المهم ما أدري المهم عادي الحين بدخل. Hey سارة شو فيك؟ فطلبنا من Dear Cow وأنا أخذت الكلاسيك. وإيش الشيبس اللي طلبنا؟ Parmesan truffle. Parmesan truffle. Heather, this is like Sarah's recommendation. For Monday, the job to Ola. صباح الخير. فالحين أنا أمي بنروح النهدي نشتري كم شيء. Oh yeah, mom comes. I always love that. ف... yeah. What do you want to get, mom? I thought you were gonna say the OPI nail envy. No. Well, I'm getting that. So. اوكي فقعد العب مع هذا الاب يسوي سكان الاشياء ويعلمك الريتنجز عرفتوا يعني تسوي سكان لايك الكيو ار كود ويطلع لك. اوه اوكي ذاتس كول. المهم فايم لايك لوكينج ات ذس وهذا واز لايك ريلي جود. بس مره احب استعمل الاب. تخيل رحت سيفورا مره وكذا كل شيء رحت عليه انا واز جست لايك سكانينج ات. بس هذا هو الاب هنا جايز. عندهم سيلسيوس مره ابي اجربه. فتو طلبنا قهوة من Hunger Station من Jolt و yeah مدري it's really chill Saturday vibes. بنروح رياض بارك اليوم أنا وأمي لأن لازم تروح Make Up Forever. وما صدقتني لما قلت إنه في Make Up Forever برياض بارك قلت إنه بس في بالنخيل. ف بس I showed her على Google Maps إنه في ما حد يصدقني مدري ليش يعني it's not as if عشت أكثر حياتي هنا برياض. Like I know where stuff is. بس بنفس الوقت ما أدري وين ربي حاطني بس like الحمد لله. يلا الحين طالعين بنروح رياض بارك. أول مرة أروح لمن يعني لما رجعت وكذا بس like mind you اليوم literally day 3 on هنا ف yeah. Now I need. That's it. I want this. What do you get? فدخلنا بالمحل راح ما أدري شو اسمه بس يبيعون يعني كذا سكربس وهالأشياء.
اوكي فجينا ليتو لان هسه يبغى يتغدى وامي تبي تتقهوه وانا بشتري حاجه ويا صباح الخير. فبلوج اليوم راح يكون كذا ايرنز وهالاشياء، يعني عندي اشياء كثيره بسويها اليوم ومو متحمسة. ويا فكت اول شيء بسوي سكين كير حقي قبل ما اسوي ماي ميك اب وحده اشياء. فاليوم امي قررت انه بنلف الرياض كلها لانها بنروح رياض بارك، بنروح مكتبة جرير، بنروح ايكيا. وانا اول ما سمعت هذا قلت يلا قدام، like I'm coming with you. مرة حلو، مرة احب لما يعني كذا ايامي عندي اشياء كثيرة اسوي وكل هالاشياء. فالحين فهذا اللي بنسويه الحين. وبعدين اختي بتجينا اليوم، توها وصلت، كانت مسافرة فبتجينا اليوم كذا اظن بالعصر او شيء زي كذا. ف we're all just gonna go out وهالاشياء الحين قبل ما تجي. ويا فمرة متحمسة، ما ادري اظن الحين تقريبا الساعة 9. قمت انا الساعة 7 ويعني تروشت، رجعت بس بجامة نظيفة ما ادري بس chilling عرفتوا، لان ايش لا يعني الحين ماخذ صديق slow life عرفتوا دي like slow mornings وكذا soft era ما ادري ايش. هذا خلاص هذا مرحلة حياتي الحين، لأن ليش why am I rushing why am I stressing ما يحتاج عرفتوا. هذا هو السكين كير حقي. والحين I'm gonna take off my nail polish لأن أنا مسويته قبل ما أسافر، أنا خلاص ما أقدر أتحمل إني نظرهم وشكلهم زي كذا، يعني literally لا ما يصير. المهم فبشي ذا، وبعدين ببدأ مع my makeup routine وهالأشياء وبصورة على تيك توك، لأن قاعد أحاول أنزل أشياء أكثر على تيك توك وعلى سناب شات. دايما يجي أسئلة إذا عندك سناب شات، وإي عندي وصرت أنزل أكثر فيه. فإذا تبون تتابعوني هو تسجلي لارا underscore العمري. ف يا مدري مرة متحمسة، هذا like أسطول مرة غريب ما عجبني أبد، بس like it's only one we have أحس كذا في كريم بدي. Anyways, the final result. Okay, for the time, so get ready with me. If you want to see, I'm gonna put like clips of me doing my makeup here. But if you want to see, guys, can you watch on TikTok? Yeah. اوكي ودي اعرف عادة انك لما كنت اوريكم اشياء وكذا كنت احط لك ميوزك اوفر ات، بس الحين كنت اخلي يعني صوت فاضي. يعجبكم مع الميوزك ولا يعجبكم كذا like how it is in this vlog؟ شكرا. الحين نسوي الماسكرا. فخلصنا من our makeup، مرة فرحانة. الحين بغير ملابسي وبنزل تحت لان امي قاعدة تنتظرني. بسم الله، لان امي قاعدة تنتظرني و we're gonna head out. فمرة متحمسة. صباح الخير، أعرف مليون مرة صباح الخير قلتها بس يعني مرة ثانية صباح الخير كيفكم؟ أنتم متخيلوا أما صورت لكم وأنا طالعة فجأة بالسيارة I felt so okay. فجأة بالسيارة كذا I felt so car sick بشكل مو طبيعي، اللي like أو قلت السواق اللي like لو سمحت وقف كذا like on the side of the road، لأن صراحة ما قدرت. المهم فأول شيء بنسوي إنه بنفطر لأن I think هوني ما أكل شيء، فبنروح Earth أنا وأمي. Yeah, I'm so excited. ما أدري إذا بطلب قهوة بس يعني يمكن أخذ شيء كذا أكله بس نشوف. وبعدين أظن بدل ما أروح مكتبة جرير بروح Virgin Mega Store لأن هذا اللي يعني أني ما أشوفه. السوق مرة فاضي ومرة حلو خلاص عادتنا مين كم at this time، لأن أمس جينا هنا وكان مرة زحمة. ف we're gonna go again. ما أدري قصة يعني إذا بروح مرة ثانية بروح بهالوقت. أظن بطلب هذا. أمي طلبت الكابتشينو. إحنا بس قاعدين برا عندهم كذا مكان حلو عندهم هنا. فتو طلبت ال breakfast pie ومرة متحمسة. المهم مثل ما كنت قاعد أقول أول إني أظن بروح ل شو اسمه بروح ل Virgin Mega Store لأن صراحة بس أحتاج journal وظن إنهم يبيعونه هناك anyways. فبشوف إذا عندهم يا وكذا. هذا السالفة، قاعد ننتظر أكلي. طلع قهوة أمي ويا مرة متحمسة لليوم. I'm feeling better كمان الحمد لله. Guys, شوف مرة كيوت الكلب هناك، بس الديناصور اللي هناك أنا أبيها. Yeah, the green one over there. It's so cute. في هذولي كمان.
اوكي فانا الحين بفيرجن ميجا ستور. قاعده تخيلي امي راحت على كذا ابراند كيف ما راح تشتري ولد اختي سكوتر عشان ما تبي يطيح ويعور نفسه ما ادري وشو. المهم اول ما دخلنا قالت في سكوترات بروح بشوفها عشان اشتري له. Make that make sense. المهم قاعده ادور على جورنالز هنا صراحه ما ادري اذا عندهم اياه كلها تصك اكسسوارز عرفتوا. Guys بموت تشوفوها لقيت سكوتر و like a helmet. هذا هو. Mom look they have bingo. Yeah, but that's Cocomelon. He's not allowed to watch that. Oh. Is this Cocomelon? وبعدين كمان تشتري هذا. What's that? Is it the bubble machine? Bubbles. For our house or their house? Their house. Oh, okay. Guys, هذا البراند اللي أمي كان دائما تشتري لي إياه. سيل من الأشياء كذا. بس شوفوا كمان بشتري هذا. It's like stickers and planner. مرة كيوت. Guys, أول مرة أشوفهم in like real life. بس هذا اللي دائما تسويهم unboxing على her TikTok دانا. كنت شوفوا مرة كيوت البين كالكوليتر. تخيلوا كان عندي واحدة زي كذا ماي سيكريت دايري وكنت دايما أضيع المفاتيح. تحسون أشتري واحدة زي كذا بدل ما أشتري لك إن أكشوال جورنال. كذا تخيلي ما كان عندهم لايك شنطة أو بوكس فأنا حول السوق كذا ماشية مع السكوتر كذا ماسكتها على أساس حقي بس إني مرة يفشل لأن ولد أختي مو معانا فكأنه حقي عرفتوا. أهلا أنا لارا من إديتينج. بس بيقول لارا بي سو فريل مين توقع سكوتر قد كذا لك make it make sense ما أفهم. قررنا إني نروح السوق like إن we check out في الحمام وهالأشياء لأن أختي تبي تيجي معنا إيكيا فما بنروح اليوم بنروح إذا بكون الجاي أظن. Yeah. This is so cute. That's cute. These are so cute. مرة عجبني. أسفة كم مرة لازم تقولين كيوت. This is cute. مرة كيوت مرة كيوت. لازم نتعلم كلمة جديدة. النايمة تقول مرة كيوت مرة متحمسة. خلاص 2024 we have to expand our vocabulary guys. ما نقدر. Guys هذا مرة أنا. It's so me. وبعدين هذا مرة كيوت كمان. That's I just like. The one you got from Coach. No. The puffy one. Sarah. Oh the puffy one yeah. But I like the colors to what I'm saying. رجعنا البيت guys احتاج اخذ غفا مره نعسانه فظن بس برتاح شوي بتفرج يوتيوب لان صراحه لايك ما اقدر لازم ارتاح شوي ما ادري كذا فجاه ما ادري اذا هو الجت لاج او ايش بس لايك اي ليتشلي كذا ما اقدر اسوي شيء كثير ولا اتامل بسرعه فيا عشان كذا يعني ما صرت يعني اشوف ناس وكذا لان تخيل يعني انا بيت ساره قبل كم يوم وبك شوي انام وانا على كنبة كذا كان نسولف وانا كذا فجأة انا like تخيلوا it's like embarrassing. المهم فان شاء الله like this week I'll get better وكذا ف yeah. امي قاعدة تربط البو around it. I wanted up here but I don't think that's possible. Oh I know what I'll do. I'll put one on each hand for it. اتفرج يوتيوب كذا برتاح. Who are you talking to? My friends. What's that? Toast with avocado. We have avocado? Yeah. Where is it? Mm-hmm. Oh. I didn't realize we had avocado. We made you wait, Akhti. We need to be doing it. Wait, hello. So we're going to go to the Nush now, before you come, Akhti. مرة متحمسة أسوي سبرايز للسكوتر للسلطان أحس مرة بيعجبه. Do you think Sultan's gonna like the scooter? شوفوا مرة كيوت ما أدري بشتري هذا السلطان ولا أشتري ذا كوفي. إيه. إيه شو أنا؟ بعدين جينا كافيه طلبنا قهوة ناخذ تيك أواي ومعنا أي كوفيز فمرة فرحانة. وبن أختي الحين تجي تزورها. جاز مرة مقهورة جت أختي بس ولدها نايم. Not for long. بتجي تجي خالتي لارا بتصحي. يعني ليش بتجي إذا بتنام؟ المشكلة هي زكت one year old لارا. Calm down. I beat you. Hello. What's you?
اختي بتقتلنا باين انها قالت يا ليت قعدت بالسيارة 30 دقيقة قبل ما اكلمهم يفتحون الباب. هاي تادي مادي يا سلطاني هلو انتي مارا. اوه ويت هو از ذس. اه سارة هلو. بدينا بالصياح تو دخل البيت دقيقتين وبدا يصيح. You're just like Auntie Luli. You cry about anything. It's gonna fall off. Guys, أنا ما أقدر معجل لك خلاص. وأسف ما عندي كذا شخصية وشاي وأسف إن الفلوقات مرة مملة. بس يعني أول ما تروح جاي لك صراحة خلاص بترجع my personality. Okay, حتى لو مرة فيني نوم. We're still doing the skincare routine. تعرفون ليش؟ لأن نارا بعشرين سنة بتشكرني. مو على أساس إنك I'm being a pick me, but I'm just saying إنه مو فايز على أساس. هذا الناس يقولون لا تدرون تحجموني لو سمحتوا. مرة نعسان عليك عندي غلطة. كانت مرة حزينة الرياض مو مرة برد. Like I thought it was gonna be so cold and so nice. بس بنفس الوقت عادي يعني maybe the homeless people يحتاجون like over winter عشان رجعنا من الأدتين guys. أكيفكم إن شاء الله عجبكم الفلوغ مرة أسفة. أوكي شوفوا بقولكم شيء. أول ما يعدل نومي الحين 3 الفجر. طيب أول ما يعدل نومي راح يكون الفلوغ زي كذا في شخصية أكثر ولايك البرسوناليتي بترجع لي عرفتوا مثل ما قلت. بس من نفس الوقت it's gonna be يعني راح تكون أطول. عارف تكون فلوغات طويلة بصراحة ما أقدر أسوي فلوغات طويلة ونص اليوم أنا نايمة. لأن like I'm jet lag عرفتوا لأني I'm jet lag عرفتوا. فأول ما عد نومي خلاص بترجع الوقت طويلة بخلي كذا يوم كامل 20 دقيقة عشانكم. طيب بس like شوي لازم أعدل قبل ما يرجع ويا ما أدري. مرة متحمسة للوقت مرة فرحانة إني برياض مرة متحمسة للأشياء اللي بسويه هنا مع صديقاتي ومع أهلي وكل شيء ويا فسو سبسكرايب so like what are the post notifications and you'll be cool. المهم أحبكم. I'm literally deluded الحين فأحبكم أشوفكم بالفوق الجاي وانتبهوا على أنفسكم ويا yeah.